الخط المفتوحة هنا نذكر بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون بمشيئة الله وتوفيقه بتمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم. هذا هو الشوط الخامس يحمل أيضا الطموحات الكبيرة هنا مع الأبكار المحليات الأصايل. نسير في هذا المسار مباشرة إلى المركز الأول الشايبة لدحام بن زايد بن سعيد المزروعي، بينما اللي في المركز الثاني وصلت هيبة حمد بن سعيد بن محمد الحبسي تاتي على المركز الثاني. انتقل إلى المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام من وقع الشعار هناك شعرنا سالم بن مطر بن حادة الاكتبي من يقدم هذا الاسم الكبير الذي يتواجد هنا من خلال هذا الشعار مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. والمتدخل من الزاوية الأخرى لياتي يقدم الشاهينية في هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام باسم محمد بن سعيد الاكتبي تأتي في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام الدخول هنا. وأيضا الاسم القادم ضبا سالم بن متعب بن سعيد الاكتبي وصل مع ضبا في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. الوصول من اللي هي من حاف ظاهر بن يمعة بن حارب المهيري تدخل في هذه اللحظات تواصل أيضا بشعاره الكبير، ولكن هنا دخول ايضا من خلال تواجد ذهيبه احمد بن بخيت بن غنام الهاملي وصل ايضا قادم من الغربيه بالفعل ليقدم هذا الاداء الكبير، ولكن الدخول من طنجه تاتي هنا مشاهدينا الاعزاء عوض بن حمد بن بيات الرميتي بدا يتدخل مشاهدينا الاعزاء، والدخول من الاسم القادم امواج علي بن سالم بن شميل الراشدي غير الى المركز الثاني في هذه اللحظات. هكذا النتيجه الاسماء القوية والعملاقة. أعود إلى المركز التاسع فهنا مشاهدين الأعزاء حملة رقم 45 أريام سالم بن طبازة بن الدودة العامري، والمركز العاشر ما أجمل الصدف تحمل رقم 10 هملول محمد بن عبيد بن حمد بن بعيران المري. هذه النتيجة، هذه الأسماء القوية والعملاقة. العودة إلى الانطلاقة، العودة إلى مقدمة الشوط واللي في المركز الأول الصدارة الأولى مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. من تأتي هنا مشاهدينا الاعزاء؟ هذه هي اللي في الصداره في المركز الاول الشايبه دحام بن زايد بن سعيد المزروعي يقدم الشايبه على المركز الاول على الانطلاق الاول مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. النقله مباشره الى ضبا سالم بن متعب بن سعيد الاكتبي من يتواجد ويقدم ضبا هنا ياتي في هذه اللحظات على المركز الثاني. انتقل مباشره هنا الى المركز الثالث لياتي ايضا شعار الرميتي ويقدم لنا طنجه لعوض بن حمد بن بياد الرميتي وصل في هذه اللحظات على المركز الثالث. المركز الرابع الدخول من امواج علي بن سالم بن شميل الراشدي بدا يتدخل ايضا من خلال هذا التواجد الكبير والتحدي المثير ياتي على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت ضجه او هنا ذهيبه احمد بن بخيت بن غنام الهاملي تدخل على المركز الخامس، والمركز السادس هنا وصلت فيه هيبة حمد بن سعيد بن محمد الحبسي، بينما هنا الدخول في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام اللي وصلت من حاف ظاهر بن يمعة بن حارب المهيري تدخل ووصل شعار رحيم طيلة ليقدم الشاهينية باسم محمد بن سعيد بن مرير الاكتبي وصل في هذه اللحظات، ولكن شعار أيضا قادم بكل قوة مع هملولة محمد بن عبيد بن حمد بن عيران المري وصل في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام ليقدم هذه الأسماء. وهنا الوصول في هذه اللحظات مشاهدي الشاهينية سالم بن محمد بن فقاد وصالح آل نابت وصل في هذه اللحظات هذه الأسماء. المركز العاشر تأتي في الوسمية راشد بن علي بن محمد الدرعي. هكذا النتيجة، هكذا الأسماء القوية مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الصدارة الأولى إلى المركز الأول. ما شاء الله اللي غيرت الصدارة، غيرت المركز الأول، خذت الصدارة هناك ضبا 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 سالم بن متعب بن سعيد الاكتبي وصلت إلى الصدارة هناك بمعية ضبا. تتواصل الشايبة لدحام بن زايد بن سعيد المزروعي اللي وصل مشاهدين الأعزاء ويقدم هذا الاسم الكبير على المركز الثاني. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث، وصلت طنجة على المركز الثالث ليقدم أيضا هذا الفوز والانتصار مالكي طنجة عوض بن حمد بن بياد
الرميدي، ولكن تدخلت الذهيبة، تدخلت الذهيبة في هذه اللحظات. أحمد بن بخيت بن غنام الهاملي وصل، تدخل اسم جديد، الوصول من الوسمية، وصلت الوسمية، راشد بن علي بن محمد الدرعي، أحد الأسماء الخطيرة، أحد الأسماء القوية بالفعل، تأتي هنا مشاهدين الأعزاء لتتدخل إلى مقدمة الشوط، تأخذ المركز الأول، أنخذت المركز الأول، صعب اللحاق هنا يا الدرعي مع الوسمية، تأتي قادمة من ميدان القوع، تأتي قادمة من ميدان القوع بالفعل، لتأتي بهذا الانطلاق الكبير والتحدي المثير، الوسمية من واقع الوسم، من واقع الاسم بأنها تنحدر من سلالة الوسمي، بالفعل 1500 متر، هنا 1500 كيلو ونص المتبقي عن خط النهاية مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. أعود إلى مقدمة الشوط، الوسمية اللي خذت الصدارة، الوسمية اللي خذت المركز الأول، راشد بن علي بن محمد الدرعي في مقدمة هذا الشوط، في هذا الأداء الكبير، في هذا التحدي المثير، قدم القادمون، وصل الواصلون، وصلت الله هيبة، وصلت هيبة، حمد بن سعيد بن محمد الحبسي، وصل شعار أبو تميم، وصل أيضا شعار بن بعيران، أحد الشعارات العملاقة هو الخطيرة، بدأنا نفتتح بوابة الكيلومتر الأخير، بوابة الكيلومتر الأخير، يأتي هنا حمد بن سعيد بن محمد الحبسي ليقدم هيبة، مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. هيبة على الصدارة، هيبة على المركز الأول، حمد بن سعيد بن محمد بن سعيد بن محمد الحبسي أبو تميم، أبو تميم قبل أسبوعين حاصل على سيارة في مهرجان المؤسس، وحصلت أيضا على نقطة ذهبية في مهرجان الشيخ زايد التراثي، تأتي اليوم هنا لي أيضا تأتي بالمركز الأول، ولكن شعار بن جهويل وصل، بن جهويل وصل مع الستمائة متر الأخيرة هنا ليحمل طموحاته الشاينية، سالم بن محمد بن بجاد بن صالح يصل، ولكن هنا تأتي على المركز الأول، هيبة 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 على الصدارة، هيبة على المركز الأول، هيبة على الانطلاق الأول، حمد بن سعيد بن محمد الحبسي، روح يا أبو تميم، روح روح على المركز الأول، روح على الانطلاق الأول، ما زالت هيبة أيضا القادمة، هيبة من السلطنة لتشارك هنا بأجمل مشاركة على المركز الأول، روح يا أبو تميم، جولة الأوامر النهائية، حرك 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 حرك، هيبة على الصدارة، هيبة على المركز الأول، يا سلام 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 إلى السلطنة، سلام إلى ميدان الفتح، هذه هيبة تنحدر من سلالة سراب، سراب أيضا صعب المضمرين الملقب بسراب الشهوان، حافظ على سراب الصعب، حافظ على سراب أحد ملوك الإنتاج الهال، تهانينا والناموس لبو تميم حمد بن سعيد الحبسي على هذا الفوز، سلام بو تميم سلام، تضيف السيارة الثانية في هذا الموسم بالفعل، بينما المركز الثاني وصلت شاينية سالم بن محمد بن الجاد وصالح، المركز الثالث كانت هملولة بشعار بن بعيران بالفعل. هملولة بالفعل محمد بن عبيد حمد بن بعيران المري، المركز الرابع. هنا مشاهدين الأعزاء شاينية سالم بن سيف بن مصبح بساري الكتبي، المركز الخامس زعفور أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هنا التوقيت الزمني 9 دقائق 19 ثانية، ايضا وفاء وتماما وكمالا، هيبة صاحبة الانجازات، صاحبة النقطة الذهبية في مهرجان الشيخ زايد التراثي، صاحبة السيارة في مهرجان المؤسس، صاحبة السيارة في مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان ولي عهد ابو ظبي. هكذا المركز الثاني 9 دقائق 19 ثانية، 8 أجزاء أو 5 أجزاء من الثانية تأتي في مشاهدين الاعزاء شاهينية سالم بن محمد بن بجاد وصالح النابت. المركز الثالث من حلت فيه ب9 دقائق 22 ثانية وفاء وتماما وكمالا كانت هناك هملولة محمد بن عبيد بن حمد بن عيران المري، تهانينا والنوم.